برنامج شو تحب؟ ابو هاشم بدايه نقول مبروك حبيب الله يبارك فيك فوزك كافضل برنامج في شهر رمضان برنامج شفت وايضا مبارك بقناتنا على اعتبار انه قناه الايام هو جائزه لكم واحنا انا اكبر بيكم انتم اخوتي واتعلم منكم والله يحفظكم ان شاء الله مبارك الى كل القائمين على قناه الايام نجي على شفت اي خلي شوي نفكر مشاهدينا في هذا البرنامج اذكر الحلقات اللي كانت انه صدارة المشاهدات الرائدة الحمد لله الحمد لله والشكر خلال كل النخب اللي استضافيناهم كان مراهن قال نجيب ضيوف نخب مهمة وحقيقة شفت الضيوف كلهم نخب كلهم أسماء مهمة أضافوا الرسلان حلقة معتز فيها أنا اعتز بحلقة الأديب الأستاذ جابر الكاظمي باعتبار أديب الطف وكاتب 2500 قصيدة الباسم الكربلائي هاي الأسطورة تربينا على قصائد على هاي فتدور الايام ويكون ضيف عندك وتحاوره هذا شرف ما بعد شرف